السلام عليكم. بعض الاخرات كتكون عندنا واحد لا بيبيسيتي اللي كتكون غدا مزيان, واحد شويه كتبدا تهبط, يعني الكوست ديالها كيكون هابط شويه, كيبدا كيطلع وحتى يعني المبيعات ديالو كيبدا يهبطوا. هنا كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو ان هاد لا بيبيسيتي ما كتبقاش خدامه, من بينهم هي الفريكونسي, يعني العدد ديال المرات اللي الناس كيشوفوا نفس لا بيبيسيتي. الا كانت الفريكونسي طالعه خصك تحيد دوك الناس اللي داروا انجيجمنت مع البوست ديالك اولا اللي دخلوا لو سيت انترنت ديالك عليه. هنا ضروري البيكسل باش تكري ديك لوديونس وتحيد دوك الناس كاملين باش ديما الناس جداد هما اللي يشوفوهم. هذه وحده. ثاني حاجه لي كومونتير في داك لو بوست, كل ما كتسوبريمي اكثر دوك لي باد كومنت سورتو هنا في الماريبورت الله كاين راه بقيتو بقل راه هادو الصابه. دونك هاد المسائل هادو ما تسوبريميهمش, ما ديرش ليهم هايد. علاش؟ حيت فيسبوك كل ما كتسوبريمي هادوك فيسبوك كيقول يعني دوك لي كومونتير اللي خايبين فيسبوك كيقول بلي هاد لو بوست هذا يعني الناس ملي تونجاجو مع انت كتسوبريمي داكشي, يعني كاين شي حاجه اللي ماشي هذيك في هاد لا فيديو عليها ما كيبقاش يوريها للناس بزاف. يعني هنا خصك تلقى دي زاستوس, يعني عطاك شي واحد شي كومونتير ماشي هو هذاك جاوبو بشي طريقه اللي هي ذكيه ولا بشي طريقه اللي هي موضحه. مول لاباج فيسبوك كل ما كتفاعل مع داك لو بوست كل ما يعني فيسبوك كيعطيه قيمه وكيحاول يبينو للناس اخرين. يعني عندك ثلاثه ديال الحوايج, الفريكونسي اللي كانوا كيشوفوه الناس اكثر من جوج ثلاثه الخطرات خصك تحيد ديك لودونس, يعني ديال الناس اللي تونجاجو مع داك لو بوست ولا الناس اللي دخلوا لو سيت انترنت ديالك ما بقاوش يشوفوا هاد لو بوست هذا, يعني تري تارغيتين. تاني حاجة ما تسوبريماش وما ديرش هايد دوك لي كومونتير, حاول تبقى ديما تجاوب عليهم. يعني خصك انا برودوي دو كاليتي اللي ما بقيتي الا ما بغيتيش طيح في هذا المشكل, خصك شي برودوي دو كاليتي وما يكونش معروف عند الناس بزاف ويدير داكشي اللي في لا فيديو, يعني باش ما توصلش بهاد لي كومونتير بزاف اللي هما خايبين. تالت حاجة عود ديما جاوب على لي كومونتير, اي كومونتير جاوب, ما ديرش كوبي كولي فهمتي دوك لي كومونتير, حاول فهمتي موديفي شويه في دوك لي كومونتير يعني باش ما يبانش داكشي بحال ان روبو كيديتكتي فيسبوك او ثاني وكينزل شويه من 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 داك لو بوست ديالك ما كيوريش الناس جداد. يعني هادو هما ثلاثه د الحوايج. كاين بزاف ديال العوامل اخرين طبيعه الحال, لا فيديو الكاليتي ديال لا فيديو الكاليتي ديال الاد كوبي, كاين بزاف ديال الحوايج. لكن هذا بغيت نبارطاجي معكم هاد القضيه هادي حيت كنشوف بزاف ديال الناس وحتى انا قلت كنهايد وكنسوبريمي لي كومونتير على هذاك لو بوست كيهبط. دونك نتمنى هاد لي بتيت زافيشي تاعكم. والسلام عليكم.